صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. تفضل. صباح الخير. قاعدين نتكلم عن السحوم الثلاثية والدهون الثلاثية، في بينهم فرق ولا لا؟ بالتأكيد في فرق. بالتأكيد. ضعت تعالي جنبي. طبعا الدهون بالجسم هني أخذ شكلين، كوليسترول والشحوم الثلاثية أو الدهون الثلاثية تريغليسرايد. دخول الدهون عن طريق الفم بالطعام أخذ شكلين، إما كوليسترول أو الشحوم الثلاثية. الشحوم الثلاثية بتختلف عن الكوليسترول، الكوليسترول هو جزء وحيد، الشحوم الثلاثية ثلاث حمود دسمة مرتبطة بكور أو لب من الدهون، ثلاث أزرع تدخل على المعدة طبعاً بهالشكل هذا، وهي موجودة بأغذية مختلفة تقريباً عن الأغذية الموجود فيها الكوليسترول، وبتتركب بطرق مختلفة عن الكوليسترول ومخاطرها تختلف عن مخاطر الكوليسترول. إذا مبدئياً الدهون الثلاثية هي مختلفة تماماً عن الكوليسترول، رغم أنه هن الاثنين ممكن يكون موجودين بجزيء واحد أحياناً. بنفس نوع الأكل أو بتغير من أكل؟ ممكن بنفس نوع الأكل كل اثنين موجودين، وغالباً الدهون الثلاثية الخارجية المنشأ هي بتجينا مو من الدهون، بتجينا من السكاكر من السكريات، وبتتحول بالجسم لدهون ثلاثية. طب دكتور غسان، دلوقتي المشكلة مش في الدهون الثلاثية، المشكلة في الأمراض اللي بتيجي بسبب الدهون الثلاثية. تماماً. فإيه خطورتها؟ تماماً. هلأ شوفي، نحن بدنا نقول الأمراض اللي بتيجي بسبب الدهون الثلاثية، والعكس شو الأمراض اللي بترفع الدهون الثلاثية. يعني العكس. أول شيء الأمراض اللي بتجي بسبب الدهون الثلاثية عنا خطرين بهمونا بالنسبة للدهون الثلاثية. الخطر الأول هو الخطر القلبي الوعائي، يعني الخطر على الشرايين الإكليلية. الخطر الثاني اللي هو التهاب البنكرياس المزمن والحاد. هدول خطرين بيترافقوا مع الدهون الثلاثية. هاي إذا قلنا شو الدهون الثلاثية بتعمل، شو بتعمل الأمراض. بس بالعكس أنا برجع للفكرة الأولى، شو الأمراض اللي بترفع الدهون الثلاثية؟ أهم شيء بالأمراض اللي بترفع الدهون الثلاثية داء السكري، النمط الثاني اللي هو عند الكبار بالعمر، هذا أهم سبب. ثاني شيء عندنا المتلازمة النفروزية اللي هي عبارة عن شكل من أشكال أمراض الكلية. ثالث شيء عندنا الحمل بيرفع الدهون الثلاثية. رابع شيء عندنا بعض الأدوية مثل الأستروجينات وموانع الحمل، مثل المدرات البيتا بلوكر خافضات الضغط، كثير من هاي هي بترفع الدهون الثلاثية. فإذا في علاقة متبادلة أو عكسية، الدهون الثلاثية بتعمل بعض الأمراض وبعض الأمراض بتعمل الدهون الثلاثية، فالعكس بيناتهم. أمتين كيف؟ تفضل. أوكي، بس كنت أعقب على موضوع، دائما الناس بتربط موضوع الدهون الثلاثية بالغذاء، لكن كمان عدم ممارسة الرياضة أو خلينا نقول قلة النشاط البدني بتكون إحدى المسببات الرئيسية بتراكم هاي الدهون الثلاثية شيء الكيلوسية. هل هذا الحكي مزبوط؟ تماما. هلأ شوفي شو هي الدقائق الكيلوسية اللي حكيت عنها. الدقائق الكيلوسية هي لما بيدخل الدهون الثلاثية على المعدة تربطها مع الكوليسترول لتصير شكل قابل للامتصاص بالأمعاء. إذن دقائق الكيلوسية هي تقريباً 85% شحوم ثلاثية و 15% كوليسترول. هي بيحملها جزء بروتيني بيشيلها بالأمعاء بعدين بيطلقها بالدم. يعني هي مش كوليسترول، يعني هي اثنين سوا. الدقائق اثنين سوا بصيروا كوليسترول. الاثنين سوا الكوليسترول والشحوم ثلاثية بصيروا دقائق كيلوسية. أوكي. الشكل اللي بتمتصه الأمعاء، لأنه بحد ذاتها الدهون الثلاثية لا تمتص بحالتها الطبيعية، ترتبط مع الكوليسترول مع جزيء بروتين بيحملها وبياخدها للدم بعدين بيطلقها بالدم، والكبد بيتعامل معها. إذن هاي هي بالنسبة للدهون الثلاثية وعلاقتها بالأعراض زي ما حكيت والإكسرسايز والكذا. أول شيء نحن شو تعريف، إمتى بنقول هالإنسان عنده دهون ثلاثية ولازم يروح للطبيب أو يتعالج أو يراقب حاله؟ أول شيء الرقم، عندنا شيء اسمه ارتفاع دهون ثلاثية خفيف، يعني من 150 لل 500 هو خفيف، من 500 ل 885 متوسط أكثر شديد. نحن فوق ال 855 حتما بيحتاج لعلاج. بين ال 500 وال 885 بنقول لهم لايف ستايل موديفيكيشن، تغيير نمط الحياة، الدايت مثل ما حكيت والإكسرسايز، الثلاثة مهمين. إذا
شو الأغذية اللي لازم نمتنع عنها لنخفف الدهون الثلاثية؟ لازم نمتنع عن السكر، الشكل الرئيسي هو المصدر اللي هو يتحول إلى دهون. تماما. الثاني السكر اللي لازم نمتنع عنه هو الفركتوز اللي موجود بالعصائر الطبيعية. يعني كثير منا بيعتبر إنه العصائر الطبيعية هي سليمة تماما. لا، سكر الفركتوز بيتحول الجزء الأكبر منه لشحوم ثلاثية. ثالث شيء الدهون اللي موجودة بالبيض، حتى اللي بنعتبرها دهون سليمة نحن مثل الأوليف أويل، زيت الزيتون، أو حتى المكسرات مثل الجوز، مثل هاي كلها فيها جزء من الدهون الثلاثية اللي يمتص. بس يمكن مش قد السكر، يمكن بنسبة. أنا حطيت الترتيب السكريات أول شيء. طيب نحن في عنا شيء دائما بنقوله وبنحكي فيه اللي هو المتلازمة الاستقلابية، اللي هاي بتلفت نظرنا لأن الدهون الثلاثية بحد ذاتها ما بتعمل أعراض، يعني المريض ما بحس بشيء. حالك بسألك إحنا كيف نقدر بالصدفة بروح بحلل بلاقيها عالي. لا، نحن شو اللي بيلفت نظرنا؟ اللي بيلفت نظرنا المتلازمة الاستقلابية. المتلازمة الاستقلابية بنسميها الميتابوليك سيندروم، اللي هي عبارة عن بداني أول شيء، شخص عنده زيادة وزن، ارتفاع ضغط، عدم تحمل سكر، ارتفاع الدهون الثلاثية، نقص الدهون النافعة أو الكوليسترول النافع. فهي المتلازمة الاستقلابية اللي بتتطلب منا اهتمام. وطبعا مثل ما حكينا شو التدبير؟ التدبير أول شيء الدايت، الامتناع عن بعض الأطعمة، الاكسرسايز لازم 5 مرات بالأسبوع يمشي المريض يوميا، أو حتى ما نسميه مريض، ما قبل ما يكونوا مريض يمشي يوميا بمقدار 50 دقيقة مشي سريع. إذا الدايت والإكسرسايز، وحياة يكون أكثر نشاط، اللايف ستايل تبعه يكون أكثر نشاط. دائما هذا اللي بننصح فيه بالأرقام. يعني الطريقة هي تخلص من الدهون الثلاثية. بالضبط. إذا يعني كيف بدي أسألك إياه، كيف بدي أتخلص منهم؟ وقف سكر، أعمل رياضة. تماما. بس دكتور حمارة تسمع في أغذية معينة يقول لك كل ثوم الصبح مع زيت زيتون يروح يشيل عنك الدهون الثلاثية، يمكن لو سويت تست بعد كم من ساعة. هلا بما انه المصدر تبع الدهون الثلاثية الى مصدرين، مصدر خارجي اللي هو انا لما بتعشى او باكل ثاني يوم الصبح بعمل تحليل لانه دقائق الكيلوسية نزلت بالدم فلاقيها مرتفعة، هاي بتتأثر بالدايت. في جزء بيجي من الكبد، الكبد بيشكله اللي هو VLDL اللي هو الشحوم وضيعة الكثافة بنسميها، هاي بتجي من المخازن الموجودة بالجسم وبيحولها للكبد لدقائق كيلوسية. طبعا هاي بتشتغل عليها الرياضه بشكل مهم او الاكسرسايز. وطبعا ما بنسى انه نقول انه الاكسرسايز او الدايت لها تاثير عند الرجال بخفض الدهون الثلاثيه اكثر من عند النساء. عند النساء مو ثابت التاثير، عند الرجال التاثير اكيد، عرفت؟ وبتنزل معدل 15-20%. بس في مرضى رغم بيعملوا كل هالاجراءات زي ما حكى الاخ ورغم هالشيء بينزل بشكل بسيط. نحن هون بنقول في داعي للمداخلات الدوائيه للعلاج الدوائي. طبعا نحن ما ننسى كونه جينا للعلاج الدوائي انه عنصر هام بالعلاج الدوائي هو زيت السمك، الفيش اويل. لهالشيء بننصح الناس بشكل عام ياكل سمك وجبتين بالاسبوع على الاقل، وتصير ثقافته العامه زي ما كنا عم شوي عم تحكوا عن النظافه اللي هي موضوع ثقافي، حتى الطعام هو ثقافي. يعني صير انا عندي ثقافه عامه اكل سمك مرتين اسبوعيا، خصوصا عندهم شويه صحه. اذا هاي بالنسبه للغذاء المفيد. حبوب الاوميجا 3 هي بتوصل عنا للفيش. معي انا لانه ما اكل سمك انا. إيهاب هاي اللي بتكون مثل زيت. هي زيت السمك والاوميجا 3 حتى الحبوب الموجوده. الفيش اويل طلع من السمك اوميجا 3 فهي فعال. ما نكتر منها يمكن كثير، هيدي ما ناخذ منها عيار كثير. طبعا نحن مراقبين وبدنا نراقب وظائف الكبد دوما مع اخذ الادويه الخافضه للدهون الثلاثيه. طبعا ابسط ادويه هي الفيش اويل والاوميجا 3، وبعدها في ادويه ثانيه مثل كلوفيبرات فينوفيبرات كذا فينا نعطيها. بس دائما نحن بنريد ننبه نظر المرضى انه انا اجاني مريض اللي كثير بنشوفها بعياداتنا عنده شحوم ثلاثيه مثلا 500، يا دكتور نزل لي اياها. بقول له ما بيهمني الدهون الثلاثية، أنا بيهمني الكوليسترول
الضار اللي بيرافق الدهون الثلاثيه. يعني الدهون الثلاثيه عاده بيكون مترافقه مع الكوليسترول الضار، وانا لازم اشتغل على الكوليسترول الضار اللي هو 15% مثل ما حضرتك قلت. تمام. لا بالدم هو نسبته عاليه، بس بالدقائق الكيلوسيه نسبته 15%. انا لازم كطبيب اشتغل على الكوليسترول الضار، نزله نفس الوقت بتنزل الدهون الثلاثيه، وبخفف الخطر القلب الوعائي، وبخفف من خطر يسكر شرايين مثلا. بالضبط. انا عندي سؤال بالنسبه للنساء الحوامل، احنا بنعرف انه بالثلث الاخير من الحمل بيزيد مستويات الدهون، فهل هذا الشيء ممكن يؤدي فيها انه يصير عندها دهون ثلاثيه؟ بالتاكيد لا، مجرد ما راح الاضطراب الهرموني بعد الحمل بترجع الدهون، ترجع المستويات يعني مؤقته يعني. لا لا لا، ما في اي خطوره، وعاده ما بترتفع خلال الحمل لقيم عالي، يعني اكثر شيء بتلاقيه عند الحمل 500 مثلا، وهذا بنعتبره مايلد معتدل، ما له ارتفاع خطير، وعاده ما بيعمل مشكله لانه هو ارتفاع عابر، ما له ارتفاع دائم، فما في مشكلة منه، يعني الحامل تطمن. بس أنا مين اللي كانت حامل وبعد الحمل تابعت موانع الحمل، الحبوب موانع الحمل، هون بصير المشكلة وبصير ارتفاع دائم. المشكلة أنا ومنا والبنات أكيد، أنا ومنا يمكن والصبايا كمان ما بنعرف يمكن تأثير هاي الأشياء في خصوصا وقت الحمل أو الأوقات المعينة في الشهر، ولا شو رأيك منا؟ لازمنا توعية. أنا بس كنت في نقطة لفتت انتباهي دكتور، ما شاء الله عليك معلوماتك راقية جدا وجميلة ومفيدة وفي سلاسة، ولكن في ناس كتير أو فئة كتير جدا هتقول يا ربي طب إحنا نعمل إيه في نفسنا؟ يعني ولا بالضبط، ولا سكر نافع، ولا فاكهة نافعة، ولا أي حاجة، وناس بتصاب بالاكتئاب دكتور. فاكهة اوكي بس مش تاخديها عصير. انا عارفه بس يعني تروح بس للدكتور، ده ممنوع ده ممنوع ده ممنوع ده ممنوع، وهو اصلا عنده مصيبه وسمنان ونفسيته تعبانه. الشغل على العامل النفسي عند المريض قد ايه مهم يا دكتور؟ بالتاكيد لهالشيء نحن بنقول ما في شيء ممنوع. ما في شيء ممنوع، نحن بنقول الاعتدال. شفتك تحكت شكلي في مواقف كتير. نحن دائما بنقول للمريض انت، حتى المريض البدين او حتى مريض السكر، يعني السكر الديابيتي، بنجي بنقول له ما في شيء ممنوع عندك، بس لو اكلت من كل شيء كل كميه قليله، كل معلش. ودائما نحن لما بنمنع نعطي تحدي عند المريض، والمريض بيرجع بياكل كل شيء منعناه عنه. لهالشيء الفكره نوازيك اكثر شيء بالرياضه، كل حل الامثله الرياضه ولا والاعتدال، يعني الاعتدال في الطعام. بس هلا نحن بنحكي، لما انا بشوف دائما بالمكاتب واحد البيبسي مثلا دائما شايله وعم يشرب بيبسي، علبه البيبسي هي 330 فيها 11 ملعقه سكر. طيب هذا رقم هائل رح يتحول لدهون ثلاثيه. انا ما والله يا دكتور ما تحول لحاجه، انا البيبسي يعني ما بتشيلها من ايدها كويس، طبيعه جسمك جيده، بس في ناس لا طبيعه جسمها ما هيك. فنحن اذا دائما ما في شيء ممنوع، كلها نعم موجوده وكلياتها مسموحه لنا، بس باعتدال. اللي عنده ادمان وما بيقدر على هذا الشيء كله بياخذوا دايت بيأثر اكيد كمان بالموضوع. لا هو اقل الاسبارتام اقل تاثيرا، سكر الاسبارتام بالتاكيد، يعني الدايت افضل من العادي بس بضله مأذي. بس نحن دائما بنقول الاعتدال باي شيء. صح. ما في شيء ممنوع، انت مسموح لك كل متع الحياه بس باعتدال وبتنظيم. خير واحد يمسك العصاية من النص. بالضبط. صح ولا لا ايهاب؟ صح. نحن انبسطنا بحضرتك، معلومات شيقة وجيدة جدا، ويعني الحديث ساكن لا يمل منه فعلا. شكرا شكرا لكم لجميع المشاهدين، ان شاء الله نشوفكم بخير دوما. شكرا مشاهدينا، دايما ما تاكلوش حاجات فيها سكر كتير، وخلوا بالكم من نفسكم. احنا هناخد الوصفة من الدكتور، ولكن تحت الهواء نطلع فاصل ونرجع تاني.